أحسن الله عليك يا شيخ. عندي سؤال واحد، فلما تحدثت في أول حديثك عن أول سورة المجادلة ورد علي سؤال آخر، فهل يحق لي وإلا لا؟ هذا السؤال الأصلي وبعدين نشوف. قول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. تفسير هذه الآية أحسن الله إليك. إذا استيأس الرسل يعني استبعدوا نصر الله عز وجل، وظنوا أنهم قد كذبوا أي أن الذين أظهروا لهم الإيمان أظهروه كذبا. وهذا تفسره القراءة الثانية: وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصر. وإنما يظنون ذلك لأنه إذا لم يأتي النصر وهؤلاء مؤمنون والمؤمنون موعودون بالنصر، ظن الرسل أن هؤلاء الذين يقولون إنهم مؤمنون كاذبون عليهم. واضح؟ وش الإشكال؟ الإشكال في الضمير أنهم يعود على من؟ على الرسل. قد كذبوا. قد كذبوا أي من قبل قومهم. يعني يوضح القراءة الأخرى: قد كذبوا. قد كذبوا، نعم. فسر عليه. تحمل عليها وهو كذلك. لأنه لا يمكن أن يكون الرسل يظنون أن الله قد كذبهم بوعد النصر. نعم. هذا لا يظن. لا يمكن. بل نقول قد كذبوا. أي قد كذبهم قومهم في قولهم إنهم مؤمنون، مثل قوله: قد كذبك وهو صدوق، أو صدقك وهو كذوب.